السؤال الثاني بيقول إيه؟ إذا كانت ميم تمثل عدد موجب، أنا بتكلم في عدد موجب، فإن ميم في ميم في ميم في ميم يكافئ نقط. يا ترى ميم زائد أربعة، أربعة ميم، ميم أس أربعة، أربعة في ميم زائد واحد. لا، هنا نتوقف شوية مع بعض في الأسس، لأن أنا حبايبي الأسس برضو شوية بتقع منهم، لازم نفتكر قوي مع بعض قوانين الأسس. أنا هكتب لك كده هنا أهو قوانين الأسس. قوانين الأسس. إيه موضوع قوانين الأسس؟ هفكرك كده مع بعض بقوانين الأسس. تعالى كده بالراحة سنة سنة مع بعض عشان اللي نسي القوانين يفتكرها تاني، لأنها مهمة ومستمرة معاك. واحد، إمتى بنجمع الأسس؟ أنا لما أقول لك ألف أس ميم في ألف أس نون، قال لي يا مستر لو الأساس زي الأساس وحال الضرب، بنزل الأساس مرة واحدة وأجمع الأسس عشان ما تلخبطش. حاضر. لما أقول 2 أس 5 في 2 أس 3، تقول لي أنزل الاتنين وأجمع يدينا 8. 2. إمتى بقسم بطرح الأسس؟ قال لي لو قلت أ أس م في أ يبقى على أ أس ن. تعالى بقى، أ أس م على أ أس ن يساوي إيه؟ قال لي في حالة القسمة بننزل أ مرة واحدة ونطرح الأسس م ناقص ن. يعني مثال، لو قلت كده 2 أس 5 على 2 أس 3، تقول لي الأساس زي الأساس وحالة قسمة، يبقى هطرح الأسس يبقى 2 أس 2، 5 ناقص 3 يدينا 2. كده الضرب ودي القسمة 3. لو قلت أ أس م الكل أس ن، يبقى أنا هضرب أ يبقى م في ن. إمتى أجمع الأسس؟ إمتى أطرح؟ إمتى أضرب؟ يعني لو قلت كده كمثال، كمثال مع بعض، لو قلت 2 أس 5 الكل أس 3، هتبقى 2 أس هضرب 5 في 3 ب 15. 4، احنا خدنا جمع وطرح وضرب، طب القسمة؟ قال لي القسمة في الجذور. الجذر الميمي لألف أس ن، هقول له يبقى ألف نقسم اللي جوه على الدليل، الأس على الدليل بتاع الجذر، ده اسمه دليل الجذر، جذر تربيعي، تكعيبي، جذر رابع، جذر خامس، فأنا عملته أي رمز يشمل أي جذر، فأقول يبقى ألف أس ن على ميم. يعني مثال، لو أنا قلت لك كده عايزين نجيب جذر 2 أس 6، ده جذر إيه؟ قال لي جذر تربيعي، ده هنا فيه 2، يبقى هقسم 6 على 2 فيها 3. طب لو كان جذر تكعيبي، يبقى نقسم 6 على 3، أقول يبقى 2 أس 6 على 3 يطلع 2 أس 2، يعني يدينا 4، وهكذا. طيب كده عرفنا بعض بس شكل القوانين، طبعا في قوانين تانية كتيرة قوي، في سالب وفي الموجب وفي وهكذا، بس نكتفي بدول دلوقتي، نعرف بس الأول دول. تعالى بقى نشوف السؤال بتاعنا تاني. السؤال بتاعنا بيقول إيه عشان محدش يتلخبط فيه؟ السؤال بيقول كالآتي، هنا هو بيضرب بيقول لي ميم في ميم في ميم في ميم، فرق بين دي وبين لما أقول ميم زائد ميم زائد ميم زائد ميم. الضرب حاجة والجمع حاجة تانية. أنا هنا بضرب، قلنا لما يكون الأساس متشابه زي بعضه وحال الضرب،
بنزل الأساس مرة واحدة، يبقى أنا هنزل الميم مرة واحدة وأجمع الأسس. هنا في واحد، وهنا في واحد، وهنا في واحد، وهنا في واحد، يبقى واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد يدينا أربعة. يبقى هنا أختار ميم أس أربعة. أمال دي إيه يا مستر؟ قال لي دي جمع. الجمع بجمع المعامل اللي بره، هنا واحد 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 واحد، بجمع اللي بره. واحد زائد واحد اتنين، زائد واحد تلاتة، زائد واحد يبقى أربعة ميم. إذا نفرق بين الضرب والجمع، في الضرب هختار ميم أس أربعة، في الجمع هختار أربعة ميم. تعالى كده نشوف مع بعض الحل. طبعا هنا أهو كان مديني اختيارات، فأقول له يبقى الحل ميم أس أربعة، هختار طبعا بجمع الأسس. طيب برضو ما زلنا في الأسس، تعالى كده نشوف مع بعض فكرة تانية وسؤال تاني في الأسس. الأول جمع كده، بيقول لي هنا قبل الأسس في حتة جمع، مجموع الأعداد. السؤال ده حلو أو جميل. مجموع الأعداد واحد زائد اتنين زائد تلاتة زائد أربعة زائد خمسة زائد ستة إلى 100. عايز أجمع من أول واحد لحد 100 يساوي كام؟ وأنا مش معايا آلة. من غير آلة؟ أيه يا مستر، ده الموضوع كده صعب. ده أنا هجمع واحد زائد اتنين زائد تلاتة زائد أربعة زائد خمسة زائد ستة سبعة تمانية تسعة لغاية 100. لحد 100 كتير أوي، صعب. ومن غير آلة؟ من غير آلة. ما نعمل إيه؟ ما هو برضه لما يحط مسألة، مش هيحط مسألة هو مثلا مديك الحل عايز دقيقة مثلا. طب دقيقة، هل هو مثلا مديك المسألة عشان تقعد تجمع واحد زائد اتنين زائد تلاتة زائد أربعة لحد 100؟ ده أنت محتاج فيها ساعة مش دقيقة. هو لما يكون حاطط دقيقة يبقى هو عارف إن في طريقة تاخد دقيقة، مش أكتر من كده. يبقى الطالب الصح اللي يفكر صح هو اللي يجيبها بسرعة من غير آلة. وقيس على الحل بتاعي دلوقتي ده حلول كتيرة أوي، أو مسائل كتيرة ممكن تيجي لي كذا مسألة بالشكل ده. يبقى أبدأ بقى أخد الفكرة دي وأطبقها على كذا حاجة. أجمع من واحد لخمسين، إزاي أجمع من واحد لعشرة بسرعة كده في دماغي في ثانية، وهكذا. تعالى كده مع بعض نجمعهم تاني. أنت بتقول لي اجمع إيه؟ أهو الحل. الحل انت عايز تجمع واحد زائد اتنين زائد تلاتة زائد اربعة زائد خمسة زائد ستة زائد 100. تمام. طب ما تيجي كده نعمل طريقة سهلة. خلي بالك انا هاخد الاول مع الاخير. قبل 100 خلي بالك في 99، هاخد الاتنين مع 99. قبل 99 في 98، هاخد التلاتة، وهكذا. اجمع. واحد زائد 100 ب101، يبقى اذا الاتنين دول مجموعهم 101. اتنين زائد 99 برضو ب101. تلاتة زائد 98 برضو ب101. ايه ده يا مستر؟ ده كل اتنين ب101، هما كام واحد؟ قال لي 100 عدد. ال 100 عدد لما اخد من كل منهم كل اتنين مع بعض يبقى انا خدت النص. يبقى انت عندك كده 101 كام مره؟ 50 مره. يبقى المجموع يساوي، المجموع يساوي ايه؟ هقول له بتساوي ال 101 كام مره؟ قال لي 50 مره. يبقى 101 في 50، الصفر ينزل. 5 في 1 ب5، 5 في 0 ب0، 5 في 1 ب5، يبقى 5050. شكرا. خدت معايا دقيقة؟ هي دقيقة بالظبط. دي طريقة إن أنا أجمع أي كمية أعداد متتالية، أي كمية، أي حاجة أنا عايزها. أجمع من 1 ل 10، من 1 ل 20، هجمعها وبسرعة. يعني مثلا لو قلت عايز اجمع من واحد لحد 20، هتجمعها ازاي بسرعه؟ هتقول لي ايه؟ ايوه، من واحد ل 20. انت كده معايا. يبقى واحد زائد 20 يبقى 21، 21، 21 كم مره؟ انت عندك هم 20،
خدت كل اتنين مع بعض يبقى خدت النص، يبقى 21 في كام؟ في 10، 210، وهكذا. الموضوع بقى سهل وخلص معاك في اقل من دقيقة. يبقى هنا لما تجيلك المسألة ما تقولش بقى يا مستر ده صعب، انت عايزني اجمع لك من واحد لحد 100 وامسك بقى الآلة الحاسبة، ده انت حتى بالآلة ياخد معاك وقت. فهي دي تنمية مهارات الرياضيات، ازاي اشغل ده في اني اجمع حاجات كتيرة قوي. فلما اجيب لك المسألة ما تقولش دي صعبة، لا، اللي حاطط المسألة هو عارف ان وقتها هياخد قد كده عشان في طريقة كذا. طب الطريقة اتعرفها ازاي؟ انا بعرفك اهو، ما انا بعلمك، بقول لك خلي بالك لما تيجي الفكرة دي نعمل كذا، دي نعمل كذا. يبقى انت كده لما النهاردة ان شاء الله، بكرة، بعده، درب نفسك كل مرة على جزء. وعايزك بقى تبقى فنان. ازاي؟ كل مسألة خدتها النهاردة حل عليها تاني انت من دماغك، ألف ألف مسألة تانية بأرقام مختلفة، غير، جرب نفسك، هتلاقي نفسك خلاص ثبتت في دماغك. طول ما انت بتجرب بتبتكر هتيجي معاك بسهولة. غير، بدل من واحد لمية خليها من واحد لمتين، من واحد لخمسين، جرب الأول صغير واكبر معاها، وهكذا. تعالوا ننتقل لفكرة تانية وسؤال تاني مع بعض، يلا بينا. طبعا هنا الاختيارات الموجودة زي ما اتفقنا، كان مديني 1000، مديني 5000، 5050، 10000. مين في دول الصح؟ احنا قلنا 5050.